انا بس هسمع حضرتك تصريح في اذاعه الشباب والرياضه للاستاذ دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. نركز بس في اللي هنسمعه ونرجع نكمل. جينا يوم 5/1 بعد الانتخابات، كنا سافرنا المغرب سافرنا الكاميرون عفوا يوم 7/1. الخطاب ده وصل مرتين اثنين، مره في شهر 12 خطاب من الاتحاد الافريقي بيتضمن كل البطولات اللي هينظمها الاتحاد الافريقي على مدار السنه، سواء كانت كره الصالات، بطوله 23 الخاصه بتصفيات المؤهله للاولمبياد، دوري رابطه الابطال، الكونفدراليه، يعني بعت لك البطولات اللي هتقام من خلال الاتحاد الافريقي على مدار العام عشان انت تقدر تبعت تقول انا ممكن انظم بطوله ايه هنا في مصر. صحيح. تمام؟ ده كان في شهر 12 مع وجود اللجنه الثلاثيه. ده واحد. جدد الخطاب الخاص برابطه الابطال والكونفدراليه في 15/1. للاسف الشديد انت جيت، كنا موجودين طبعا في الكاميرون زي ما انت عارف. صحيح. داخل بعد لغط كبير جدا ولجنه استلمت الاتحاد المصري لكره القدم، ما كانش في نيه لاجراء انتخابات، وانت عارف الدنيا كانت ماشيه ازاي والناس كانت بتحارب عشان بقائهم داخل الاتحاد وعدم اجراء انتخابات وعدم فرض راي الجمعيه العموميه، وبالتالي برضه لهم ناس مقوله داخل الاتحاد اخفوا هذا الخطاب تماما ولم يصل هذا الخطاب لا الى المدير التنفيذي ولا الى اي شخص من الاتحاد. ايوه. لك ان تعرف ده اول مره هقولها لحضرتك ان في 12 موظف من اللي لهم باع طويل جدا وسنوات عديده داخل الاتحاد المصري تم الاطاحه بيهم من خلال الاتحاد المصري لكره القدم لما عرفنا بمؤامرتهم ولما عرفنا انه في امور كبيره جدا كانوا بيحتفظوا بقى تحت عشان يعني وضع العراقيل امام المجلس الجديد. الاستاذ الدكتور ايهاب الكومي بيتكلم بكامل ارادته، بكامل ارادته ان الجواب وصل في يناير وفي ناس تعمدت ان هي تخفيه، وبعدها اتحاد الكره قرر الاطاحه ب 12 موظف هم اللي بيخفوا الجوابات. طب يعني حضراتكم عارفين من شهر يناير ان في جواب، وحضراتكم عارفين ان في ناس تعمدت تخفيه وفصلتهم، طب ما طلبتش لابن الكاف يبعته لك تاني مثلا؟ يعني دي بديهيات، انا ما اعرفش ممكن ولا لا، بس انا بتكلم في الطبيعي، حاجه انا شايف ان هي مستخبيه وعرفت ان هي مستخبيه، طب اطلب من الكاف تاني ان هو يبعته لي، او مثلا يديني فرصه تانيه، او مثلا ابعت للوزاره عشان اخد التصديق الحكومي، لو انا هصدق يعني الكلام ده، فهاخد التصديق الحكومي وبعدين ابعت اشوف، لو انا بتكلم بصفاء نيه وبصدق نيه يعني. طب ليه في نفس اليوم اللي صدر فيه التصريح ده تحبوا تسمعوا تصريح تاني من احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد برضه في نفس اليوم؟ يعني اليوم ده كان الدكتور ايهاب كان بيتكلم الكلام ده الصبح، بالليل الاستاذ عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم الاستاذ محمد ابو الوفا. طب نسمع وبعدين اكمل. ما نشر اليوم في بعض المواقع انه تم فصل 12 عضوا من اتحاد الكرة بسبب قصة الخطاب او اخفاء الخطاب عن الدولة او عن وزارة الشباب وعن الاندية، صحة هذا الكلام؟ كابتن شوبير طبعا في البداية حضرتك لا طبعا الكلام عادي من الصحة تماما. نعم. ما فيش اي موظفين اتفصلت بسبب الخطاب من الاتحاد في الاخيرة يعني. لم يحدث؟ لا لا لم يحدث مطلقا يعني. خالص على الإطلاق يعني؟ لا لا على الإطلاق ما فيش كلام عاري تماما من الصحة. نعم. طيب السؤال الأهم يا أستاذ محمد، يعني أين ذهب الخطاب؟ يعني الخطاب موجود، أنتوا حضراتكم كنتوا موجودين على ما أظن يوم 7 يناير أو 11 يناير، صحح لي لو أنا بتكلم غلط، والخطاب كان يوم 19 وكان قدامك وقت انك ترفع الامر الى مثلا الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، انك تعلم الاندية، فما زالت القصة، خاصة ان مصر بقى نظمت بطولة الامم الافريقية وكاس العالم كرة اليد وبطولات العالم للاسكواش والخماسي والرماية وحاجات كتيرة جدا، ومصر دايما متميزة في التنظيم، غير انه تم اهدار فرصة ان الاهلي اما يلعب في ملعبه او يلعب في ملعب محايد. ايه القصة يا استاذ محمد؟ طبعا
والله القصة مش عندي، أنا ما عنديش خلفية عن القصة، حتى مش عارف الخطاب إن كان جاء يوم 19 أو قبل كده أو بعد كده. والله ما عنديش خلفية عن الخطاب خالص. يا نهار أسود، قال لك أنا ما عنديش خلفية وما فصلناش حد بسبب الجواب. أنا بجد وما أعرفش حاجة عن الجواب أصلا. هل ده ممكن يحصل؟ هل ده طبيعي ان ده جماعه؟ معلش حد يقول لي اسلام لا، الكلام اللي بيتقال ده طبيعي جدا، واللي انت بتعمله ده اوفر، واللي النادي الاهلي ده بيعمله ده اوفر. حد يقول لي يا جماعه لو سمحتوا، يعني انا دلوقتي عندي 2 اعضاء مجلس اداره، واحد بيقول الصبح ابيض، تاني يقول لك لا مش ابيض ده اسود.